إطار احتفالات بعيد الشباب المجيد ينظم مجلس مقاطعة سباتة بشراكة مع جمعية الكوميديا لتنمية إبداعات الشباب. مهرجان مواهب أحياء سباتة فرصة لاكتشاف مواهب مجالات مختلفة: الغناء، الكوميديا، الشعر، الرقص ومواهب أخرى. الكاستينج نهار 10 غشت بدأنا 10 صباحا فضاء الشباب سباتة. أسرى الكبرى عشرة متوجين يوم 13 غشت 2017 بشارع واد ذهب حديقة أنوال. التسجيل بمقر مقاطعة سباتة قسم الشؤون الاجتماعية أو يوم الكاستينج في فضاء الشباب سباتة. ما تنسوش جوائز مهمة في انتظار الفائزين وحظ سعيد للجميع.